لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستأنف بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الدروس النحوية. ذكرنا في المرة الماضية المرفوعات، مرفوعات الأسماء. إذا بفضل الله أتممنا الكلام عن منصوبات الاسم وعن مجرورات الاسم، نكون قد انتهينا من دراسة المستوى الأول من النحو. المنصوبات 11، كتيرة شوية. يعني المرفوعات 6، وكان ايه محصور الفاعل ونائب الفاعل، سليمة الحفظ عن الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر، اسم كان وخبر إن. طب المنصوبات سهلة جدا برضو، هي 11 ماشي، بس ايه يعني هنديلهم برضو كده تقسيمة معينة. احنا بنحفظ الحاجات دي ليه؟ ال 11 وال 6، ما انا مش عارف احدد الحاله اللي بناء عشان عرفت ان ده مفعول به. طب هو مفعول به يعني منصوب بقى ولا مجرور ولا مجزوم ولا ايه وضعه بالظبط؟ طبعا ما ننساش ان الجزم ده خاص بالافعال، والجر ده خاص بالايه؟ خاص بالاسماء. فده مفعول به، طب ده منادى، طب ده مبتدا، طب ده خبر. انا كيف اعرف وظيفته؟ كيف أعرف حالته؟ لما يعني أعقل بشكل تام من هذه التقسيمة التي نقدمها. المرفوعات 6، فاعل ونائب، مبتدأ وخبر، اسم كان وخبر إن مرتبطين ببعض، المفاعيل برضو والمنصوبات مرتبطين ببعض. كيف ذلك؟ هقول لحضرتك الأول أربع حاجات: المنادى والمستثنى والحال والتمييز. المنادى كده كده منصوب، والمستثنى كده كده منصوب، والحال كلنا عارفين ان الحال منصوبة، والتمييز معروف برضو ان التمييز منصوب. دول اربعة، حط معاهم حاجة اسمها المفعيل الخمسة. ايه هي المفعيل؟ المفعول به، والمفعول لاجله، والمفعول المفعول لاجله، والمفعول المطلق، والمفعول معه، والمفعول فيه. حتى لو في بعض المسميات دي مش واضحة دلوقتي عند حضرتك، ما احنا فضل الله كل واحد منهم جاي لها درس، يعني سنتكلم عن كل واحدة من هذه الخمسة بالتفصيل. لكن هم كم مفعول؟ خمسة مفاعيل. طب والأربعة اللي قبلهم يبقى كام؟ يبقى 9، عشان احنا قلنا الحال والبدل، الحال والمستثنى والمنادى والتمييز 4، ومفاعيل 5 يبقى كام؟ يبقى 9. طب والاثنين المنصوبات اللي احنا ذكرناهم في المرة اللي فاتت؟ لا، احنا المرة اللي فاتت ما ذكرناش منصوبات، احنا كنا في درس المرفوعات، لا ذكرنا منصوبات. ركز بس معايا كده، مش احنا لما اتكلمنا عن اسم كان وعن خبر ان قلنا بقى عكس، قلنا خبر كان منصوب وقلنا اسم ان منصوب؟ ما هي ان بيبقى له اسم وخبر، وكان بيبقى له اسم وخبر. كان اسمها مرفوع وخبرها منصوب، والعكس في ان، يبقى اذا برضو معانا اثنين منصوبات من الدرس اللي قلناه المره اللي فاتت، وحتى كنا خلصنا الكلام فيهم بشكل ايه؟ بشكل كامل وتام. يبقى كده المنصوبات كام؟ 11. اربعه بنقول ما هم البدل، الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، ومفعيل 5، وخبر كان، واسم إن. هذه هي كل الوظائف المنصوبة بالنسبة للأسماء. وبالنسبة للفعل ما هيكونش منصوب إلا لو جت قبله أداة نصب، اللي هي أنه لن وكي وحتى ولم التعليل. أنت كده أي كلمة منصوبة في اللغة العربية أنت كده عرفتها، زي ما برضه في المرفوعات الاصل في الفعل المضارع المرفوع، بعد كده مرفوعات الاسماء 6. اي كلمه مرفوعه في اللغه العربيه انت كده خلاص عرفتها. المجرورات هم 2 بس اللي مجرورات كما سياتي معنا. المجزومات هو الفعل المضارع بس اذا دخلت عليه اداه الايه؟ اداه الجزم اللي هي لم ولما. والادوات اللي احنا قلناها وفصلنا، لو نرجع لها ونبص فيها، فصلنا القول فيها في درس كامل. نبدا بقى الان في ايه؟ في شرح كل واحدة من هؤلاء الايه؟ 11. أول حاجة هنتناولها درس المفعول به. المفعول به، أنا أعيد، لماذا أعيد المفعول به؟ عشان تعرف إن ده فعل به الفعل. الفعل اتعمل فيه. أنا فعل بي وكذا وكذا، واحد اتضرب. أنا ضرب، يعني فعل به الضرب. ف
فاللي فوق البيت ضرب ده هو محمد ضرب رجلا، او زيد ضرب رجلا. الرجل ده هو الذي فعل به الضرب، فهو المفعول به. يعني ايه؟ الاسماء ليست يوسف، العبارة اللي دايما بنقولها، الاسماء او المصطلحات التي وضعها النحاة ليست مصطلحات جزافية. يعني ايه ليست مصطلحات جزافية؟ يعني كل حاجة لها ايه؟ لها سبب بناء عليها يعني المبتدأ سموه مبتدأ لأجل الفاعل، هو هنا بقى المفعول به. لماذا سموه مفعولا به؟ لأن الفعل يفعل به. عارف الموضوع ده يعني يتضح قوي قوي لما نشرح فكرة اسمها ايه؟ اسمها اللزوم والتعدي. ايه اللزوم والتعدي؟ لما أقول جلس محمد، وأقول نام محمد، وأقول أكل محمد، إيه الفرق؟ إن جلس جلس مش محتاجة حاجة تاني معاها، خلاص جلس كان واقف وقعد، نام محمد. لكن لما أقول أكل إيه؟ ما هو لازم يكون كل حاجة. فممكن يكون الـ 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 الشخص فعل الفعل، هو قام به، ويكون فعلا مش محتاج حاجة، هو اللي بيعمل. زي مات الرجل. يعني ايه مات الرجل؟ مش محتاجة ايه؟ مش محتاج حد يقع، هو بيسموه الفعل اللازم. زي ما بنقول نام الرجل، ونقول قام الرجل، ونقول وقف الرجل، مش محتاجة مفعول به، ده حاجة هو قام بها. ممكن حاجة اللي يقوم بها دي بقى تكون قطع الرجل، هيقطع حاجة معينة، قطع الرجل القماش، قطع الرجل الرغيف، قطع، لازم حاجة معينة، لأنه حاجة بيفعلها. الحاجة اللي هو بيفعل بها دي، شوفوا أنا بقول إيه، الحاجة اللي هو بيفعل بها هي المفعول إيه؟ هي المفعول به. المثال، أو إحنا كده هنرجع أصلا على معظم الأمثلة أو كل الأمثلة اللي ذكرناها في درس الفاعل. مش كنا بنقول لما نرى شخصا اسمه محمود ونراه يقطع الغصن، فنحب نعبر عن الفكرة دي فنقول قطع محمود الغصنة. وقلنا نتذوق الموضوع ده يا جماعة، شرف اللي قطع ده فعله، وان اللي قطع الذي قام بالقطع اللي هو القاطع هو محمود، والذي فعل به اللي هو المفعول اللي وقع عليه الفعل اللي هو الغصن. يبقى القاطع هو الفاعل، والمقطوع هو المفعول. فعلا امر هين، والله امر هين جدا، يعني نحن نذوق هذه الكلمة، شرب الولد اللبن. يعني لو حضرتك يعني جربت هذا مع اخيك الصغير او مع ولدك الصغير وحبيت تعلمه درس نحو، فعلا أسهل درس على الإطلاق في النحو ممكن نعلمه العيل صغير، ودرس الفعل والمفعول، الحاجة دي تفعلت والحاجة دي. ده حتى أنا سبحان الله مع بعض الأولاد يعني شربت معهم هذا، إن أنا أجيب له درس الفعل والمفعول ده وأقدم له وأخر له، أقدم له وأخر له، أشوف هو يعرف فين اللي تفعل وفين اللي ما تفعلش، وفعلا يعرف. لما نقول له قطع الغصن محمود، يبقى عارف ان محمود. ولذلك ايه جربت معهم ان انا اقول له ايه قطع الغصن محمود، قال لا غلط، ما ينفعش نحط فتحة، يعني طفل صغير بمعنى كلمة صغير، لا ما ينفعش نحط فتحة كده على محمود عشان هو اللي عمل، مع ان في تقديم. فأسهل درس ممكن نعرضه على شخص هو درس الفاعل والمفعول، حاجة يعني شيء شخص فعل وشخص فعل به الايه به الأمر. وده طبعا يؤكد ما نقوله دائما، ان موضوع تذوق الكلام، وموضوع ان الأسماء او المصطلحات في النحو ليست جزافية. طيب كنا بنقول مثلا مثال قلنا في درس الفعل، حفظ محمد الكتابة، وكنا بنهتم بكلمة محمد ده عشان احنا كنا بنشرح في درس الفعل، لا دلوقتي بقى نهتم بكلمة الكتاب. الكتاب ده نعربه ازاي؟ نعربه من خلال ثلاث حاجات، وظيفته ايه وحالته ايه وعلامته ايه. فاكرين الحالة والوظيفة والعلامة ولا لا؟ الوظيفة يعني ان هو مفعول به، اتفعل به الأمر، ده وظيفته في الجملة. السؤال الثاني، طب هو المفعول بحالته بتبقى ايه؟ بيبقى منصوب يعني ولا مجرور؟ هو تبع المنصوبات ولا المجرورات ولا المرفوعات؟ هي دي الحاله. ده المفعول الخامسه دي تبع ال11 بتاع المنصوبات، يبقى هو مفعول به ده تلت الاعراب، منصوب ده التلت الثاني، وعلامه نصب الفتحه ده التلت الثالث. يبقى الاعراب مثلث الوظيفه والحاله والعلامه. يطلب العاقل العلم، اعرب العلم، مفعول به، دي الوظيفة. ها شد حيلك بقى، الوظيفة المفعول ده بيبقى ماله؟ منصوب، ممتاز. يبقى كده تلتين. طب التلت التالت منصوب علامة نصبه ايه؟ وعلامة نصبه الفتحة. لما نقول حفظ الله المؤمنين، يبقى المؤمنين مفعول به، ممتاز، هذه هي الوظيفة، منصوب، هذه هي الحالة، وعلامة نصبه الفتحة. غلط، لا، علامة نصبه الياء.
لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب إحنا هنعرف منين إن ده بالفتحة وده بالكسرة وده بالياء وده بالألف وده بكذا؟ من درس علامات الإعراب الأصلية وبالتكرار وبالممارسة. اللي هيمارس النحو يعني فضل مذاكرة النحو مراحل ودرجات. أول درجة بس اللي إحنا بنعمله دلوقتي نفهم يعني إيه. والنحو على فكرة مش كتبسيط وكمان الموضوع فيه مش واسع يعني، الامور هينه. وتيجي في مرحله ثانيه تبدا بقى تدرس ايه بشيء من التعمق وتعرض قضايا اخرى، وفي مرحله ثالثه بقى تبدا تطبق بقى الكلام ده وتاخده في 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 لغتك. يعني من الممكن جدا لشخص انه يقول خطبه متينه جدا ويبقى مركز جدا في الخطبه، ومعظم 99% من كلمات الخطبه بتعرب في ذهني هو يتكلم، يعني بيرفع الفاعل عشان عارف ويبقى عارف يا عم انت هو ده عربها ازاي وهو بيتكلم ومركز. هو انت مركز في الخطبه ولا مركز في الاعراب؟ ما هو بقى مع كثره الممارسه والايه، فالموضوع ان شاء الله زي يحتاج فعلا ضروري الى ممارسه ويحتاج الى تذوق. خلق الله الانسان، من الخالق؟ الله. من الفاعل؟ الله. من المخلوق؟ الانسان. من المفعول؟ الانسان. يبقى نعرف بلفظ الجلاله فاعل مرفوع، ده الحالة والوظيفة، وعلامة رفعه الضمة دي العلامة. الإنسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يأكل الذئب الغنم، ينفع يقول يأكل الذئب الغنم؟ مستحيل طبعا، هي الغنم هتأكل الذئب ازاي؟ لازم يقول يأكل الذئب الغنم. حتى لو قدمنا كلمة الغنم، لو قلنا يأكل الغنم الذئب لازم تيجي كده برضه، لازم تيجي مفعول به منصوب، والا يبقى في خطا في الايه، يكون هناك خطا في اللغه ويكون هناك لحن. يبقى هي فكره بقى الايه اللي بنقول بيرفع المنصوب وينصب المجرور ويجزم اللي وهكذا. ارشد الانبياء والناس، الانبياء فاعل هو مرفوع علامه رفعه الضمه، والناس مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه. وحد يقول ده انا مني كله منصوب بالفتحه وكله مرفوع بالضمه؟ ما هو لازم في المستوى الاول ما نحاولش ان الامور تتشعب معانا كتير. احنا ماشي درسنا وعرفنا العلامات وكذا، بس مفيش داعي نطبقها في كل درس عشان ما نثقلش الايه. احنا خلينا دلوقتي عادي معظم الكلمات اللي جايه فيها لما مرفوع بعلامه اصليه، عشان ايه؟ عشان احنا مش هدفنا دلوقتي ان احنا نركز على العلامات الاعراب، احنا هدفنا دلوقتي ان احنا نفهم يعني ايه مفعول به، وهدفنا يعني ايه دلوقتي نفعل بعد كده نفهم يعني ايه كمان مفعول مطلق، ويعني ايه مفعول لاجله. واركز واعيد ان الاسماء في النحو ليست جزافيه ولكن لها أصل. يبغض الناس الخائنة، الناس هم اللي أبغضوا، هم الباغضون أو المبغضون، والمبغوض هو الخائن. يبقى الفاعل هو الناس والمفعول هو الخائن. فيه بقى مسألة مهمة جدا لما اتكلمنا على درس، أصل الدروس دي مرتبطة ببعضها، الفاعل ونائب الفاعل مرتبط جدا بدرس المفعول به. مش احنا قلنا في الفاعل ونائب الفاعل ان لما نقول كتب الله الصيام غير لما نقول كتب الصيام؟ ايه اللي حصل في كتب الصيام؟ غيرنا لفظ الفعل وخلينا الفاعل غير موجود، وكأن الصيام اسند الى الفعل. الصيام اتكتب، الكوبايه اتكسرت، او هكا يعني ما كان نحوا من ذلك. يبقى مثلا يعني سرق اللص المتاع، هتبقى ايه؟ سرق المتاع. احنا كده ربطنا ثلاث دروس ببعض، درس الفاعل بدرس نائب الفاعل بدرس المفعول به، هم اصلا مرتبطين ما ينفعش ينفصلوا. درس الفاعل واضح جدا في سرق اللص، طيب والمفعول به واضح جدا في سرق اللص المتاع. طيب في الجمله الثانيه سرق، يجي هنا بقى نائب الفاعل اللي هو كان مفعول، فلما حذفنا الفاعل لان احنا مش عارفين مين اللي سرق، فقلنا سرق، سرق المتاع، حولنا غيرنا لفظ الفعل. يبقى ايه؟ ما هو المفعول به هو اللفظ المنصوب اللي يدل على من وقع عليه الفعل، وما ينفعش يكون الفعل محذوف والكلام مسند. ما ينفعش اقول كتب الصيام ودول الصيام هنا ربنا اللي كتبه مفعول به، لا ده في المعنى، لكن في الاعراب لا، تقول لي نائب فاعل لان الفعل هنا غير مصرح به وغير مذكور وهكذا. المفعول المطلق، هذا هو الدرس الثاني من المنصوبات. نجمع بقية المنصوبات في يعني في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.